مشاهدينا في كل مكان، برحب بيكم في حلقه جديده من حلقات برنامج قمر 14. زي ما قلنا في اولى حلقات البرنامج، احنا هنهتم بكل ما هو يساعد في زياده الجمال لدى المراه. انا دايما شايف ان المراه جميله، ولكن احيانا بنحتاج ان احنا نساعدها في ان هي تهتم وتحافظ على نفسها عشان تطلع بشكل اكتر. هتجيبي بيضتين وهتجيبي شويه دقيق ومعلقتين عسل ومعلقه حلب حصى وتدهنيهم على بعض، ودي احسن وصفه تستخدميها وتحطيها على وشك وتشلك كل التجاعيد وتشلك كل المشاكل اللي في البشره والنمش والهالات السوداء والكلام ده كله. وهتجيبي خيارتين وهتحطي عليهم شويه طحينه وهتقومي حطاهم على وشك. بصي، وصفه تعملي الوصفتين دول، وبعد ما تعمليهم اقرب سله زباله تقومي حطاهم فيها وتقومي رمياهم بعيد، واوعي تقوليهم لاي حد تاني. دي جزء من المواصفات او الوصفات اللي بنلاقيها على شبكات التواصل الاجتماعي. في 3 ساعات و40 دقيقة و25 ثانية هتلاقي بشرتك ما شاء الله زي الفل زي الزفت. دي الوصفات، ده اللي بلاقيه دايما منتشر على السوشيال ميديا، والناس بتبدأ تجري وتبدأ تاخده على اليوتيوب. تبقى قاعد بتتفرج على حاجة وتلاقي حد بيقول لك إزالة التجاعيد البشرة في 3 ساعات، ساحر. كل الكلام ده لا كلام علمي ولا كلام صح ولا كلام طبيعي. أنا ما أعرفش اللي بيقول الكلام ده جايبه منين، أو اللي بيدخل على محتوى مكتوب بالطريقة دي هو متوقع هيلاقي ايه. في النهاية انا بشوف ان دي وسيلة من وسائل الدعاية الرخيصة ووسيلة من وسائل الاستخفاف بعقول الناس. عشان كده النهاردة انصحها بعض المفاهيم الخاصة بتجاعيد البشرة، بالحبوب اللي بتطلع عند الشباب والبثور السوداء والهالات السوداء اللي تحت العين. عشان كده هتكون معايا النهاردة الدكتورة شيرين سيدة، اخصائية الجلدية والتجميل والليزر ومدرب معتمد للحقن التجميلي. دكتوره بنرحب بيك. اهلا حضرتك. اهلا بيك. ازي حضرتك؟ ايه رايك في الوصفات اللي انا قلتها؟ كتير للاسف بيجوا لنا بنات ورجال كمان بيشتكوا من موضوع ان هو استخدم حاجات خاطئه على البشره نتيجه الوصفات اللي بتبقى موجوده على النت، ودي مش صحيحه. لان انا لازم الكريم، حتى ايفن الكريمات اللي بتتباع في الصيدليات ما بتبقاش مناسبه لكل انواع البشره. انا لازم افهم مشكله بشرتي ولازم اعرف نوع البشره بتاعتي عشان اعرف استخدم الكريم المناسب ليها، رقم واحد. رقم اتنين، اشوف ايه اكتر حاجه مضايقاني في بشرتي. يعني انت معترض على الوصفات اللي انا قلتها؟ طبعا طبعا اكيد. دي وصفات فظيعه. اكيد. دي في 3 ساعات بتعمل مفعول رائع. بنسمع فعلا اعلانات، وحتى ايفن يعني الحقن نفسه في ناس بتبقى واخده فكره عنه ان هو حاجه يعني فظيعه بتجيب نتيجه مبهره في اقل من دقائق. في حقن بقى البلازما، في ناس تيجي تقول لي مثلا يا دكتور شيرين اعملي لي حقن بلازما عشان يضيع كل التجاعيد في البشره، اعملي لي حقن مثلا ماده تقشير مره واحده يضيع كل حب الحبل الشباب في سيشن واحده. هي ما بتبقاش كده، احنا بنعالج المشكله من جذورها. يعني ابتدي انا احط، يعني عندي مثلا مشكله حبل الشباب بنبدا بيها، ليها مشاكل، ليها فاكتورز كتير جدا، اولها التعرض للشمس، استخدام الخاطئ للميك اب، بشرتي انا بحط عليها فاونديشن كريمات اساس رديئه، بستخدم مثلا باكل اكلات معينه فيها السبايسز، فيها المواد الحافظه يعني. بالظبط، فيها مواد حافظه، فكل دي بتاثر على بشرتي. بتعرض للشمس من غير سان سكرين معين، ودي طبعا من السكين كيرز، مش بتابع السكين كيرز المهمه اللي انا بخلي بالي منها في بشرتي. طب واحده واحده. انواع البشره ايه عشان نتكلم عن كل نوع من البشره وطريقه التعامل معاه؟ اوكي، في بشره دهنيه، في بشره جافه، وفي بشره مختلطه. البشره المختلطه يمكن دي اللي محتاجه كير شويه، سوري، عفوا، البشره الدهنيه هي اللي محتاجه كير شويه. تمام، البشره الدهنيه في ناس بتستخدم حاجات اويلي للافر اويل سكان وبينسوا استخدام المرطب. مرطب مهم جدا جدا لو انا هبدا اعالج البشره الدهنيه، سواء عن طريق كريمات او عن طريق جلسات البيلينج السيشنز، التقشير الكيميائي او تقشير احماض الفواكه فيه او التقشير البارد او ايفن التقشير بالليزر، لازم استخدم كريمات مرطبه معينه خاصه بالبشره الاويلي اللي هي الدهنيه. اللي هي اصلا بتبقى اكتر حاجه قابله لحب الشباب. تمام. تاني حاجه البشره الجافه، ودي بتبقى صيف شتاء، دي لازم استخدم كريمات معينه برضو، ما تبقاش يعني مرطبات معينه. الناس دي في الصيف جدا. الناس اللي عندها بشره جافه دي بتلاقي بشرته في الصيف بتوصل بعض الاحيان دكتوره انه بيحس انه يعني بتتعور، بيبقى فيها جروح، وبيبقى معرضه للاكزيما بصفه مستمره. فطبعا دي محتاجه كير معين بغسول معين، في هايدريتنج لوشن، يعني كريمات معينه بتساعد على ترطيب البشره. مهم جدا اظبط اكلي واشرب كميات كبيره من الميه سواء في الصيف. ايه نوع الاكل اللي المفروض يهتموا بيه في الناس اللي اصحاب البشره الجافه؟ الحاجات اللي فيها خضروات وفاكهه، والحاجات اللي فيها مواد سيلينيوم والفيتامينز، خاصة الفيتامين سي ومواد الاوميجا 3. بالظبط، الحاجات الـ يعني الميه بصفه عامه دي مهمه جدا جدا للبشره الجافه.
نيجي البشرة المختلطة، ودي امرها سهل شوية وبسيط، اللي هي ما بتحتاجش كير قوي، بس برضو مهم قوي ان انا استخدم الكير بقى العادي لاي بنت او اي رجل، اللي هي بقى اول حاجة بحط الصن سكرين، ولازم الصن سكرين بتاعي يبقى خاص بتاعي. مثلا لو بشرتي دهنية هستخدم الصن سكرين على شكل جل، لو بشرتي جافة هستخدم الصن سكرين على شكل كريم، لو بشرتي مختلطة ممكن استخدم اللوشن او استخدم الايمالشن، حاجة اسمها ايمالشن، فدي بتحسن الدنيا كتير. تبقى ايه الاكتيف انجريدينت او ايه المادة الفعالة اللي تبقى فيها؟ الصن سكرين لازم يبقى يحميني من نوعين اشعه الشمس، اليو في اي واليو في بي، وفي انواع كمان نازله دلوقتي تنتد كانها فاونديشن او كانها بيبي كريم، دي علشان الناس تستعيد عنها من استخدامات الكريمات الاساس المستمره، فتدي نفس عشان ما تقفلش المسام. طب هل في حاجات معينه الناس بتجيبها ممكن تبقى شبه ده وبتضر؟ طبعا في كريمات اساس كتير بتبقى اويل بيز، يعني البيز بتاعها زيوت، ودي بتقفل المسام وبتساعد على طبعا لما تتقفل البورز او من الحبوب تقفل الغدد الدهنيه، يبتدي يتكون البكتيريا تحتيها وتتجمع وتعمل حب شباب. يعني هي اصلا ممكن استخدام الرديء للميك اب يعني يعمل لي حبوب في البشره. بس ودي بقى على فكره البنات بقى بتستخدم الميك اب بشكل كاد يكون في نوع من اللي هو يعني زود كتير يوميا. زود ايه الموضوع؟ في ناس بتبقى عندها بعض العيوب في البشره زي البقع، التصبغات، بعض الكلف بعد الولاده، بعض الحبوب بتبقى عايزه تكفر المشكله دي، تخبي المشكله مش تعالجها، تعمل مشكله اكبر، فتعمل مشكله اكبر بالظبط كده. فاحنا الحل زي ما قلت لحضرتك، لو احنا عندي مشكله حبوب انا بلجا لجلسات التقشير، ودي جنب علاجات موضعيه، يعني السيشنز لا تغني عن العلاج، العلاج والسيشنز مكملين لبعض. وبيبقى فاهم ان انا بظبط كل حاجه، بظبط اكلي، باخد فيتامينز، باخد كبسولات مضاد حيوي معينه حسب ما الدكتور يعني تبع دكتور بريسكريبشنز، مش مع نفسي، ما ينفعش اروح للصيدلي يقول له اديني بس المضاد الحيوي الفلاني علشان انا عندي حبوب. لازم احدد نوع المشكله ايه، ممكن ما يبقاش اصلا حب شباب، في بعض الامراض الجلديه بتيجي على شكل نفس صوره حب شباب وهي ما بتبقاش حب شباب. دي بالنسبة للبشرة. لكن لو بقى مشكلتي الأساسية في بشرتي تجاعيد، فما فيش كريم يضيع تجاعيد، في كريم أستخدمه. قبل ما ندخل على تجاعيد يا دكتورة، عشان بس ما نجريش في لا عايز أدي بس للجزئية بتاعت حبوب الشباب دي حقها، لأن أعتقد إنها بتتم كتير من الناس ومنتشرة لسببين. السبب الأولاني الناس بتطلع لها حبة شباب فبيتعامل معاه بطريقة فيها نوع من الغباء، أنا ما يعني دايما يوم ماسك الحباية وجلسات التنظيف البشره الخاطئه اللي بنعمل فيها الكريت، معلقه كريت بقى واحده معلقه دي بالظبط. ايه اللي بيخلي حب الشباب يظهر اصلا؟ حب الشباب بيظهر نتيجه اختلال هرموني اول حاجه، بيبقى طبعا عامل وراثي رقم واحد، رقم اتنين اختلال في الهرمونات بتاعتي، حد مثلا لسه بالغ او بعد البلوغ بفتره بسيطه. في انواع حب الشباب بتظهر بعد سن الأربعين وبعد سن الخمسين، يعني بنشوف كتير في العيادات ما بقاش ليها سن معين، لان البكتيريا المسببه لحب الشباب انواع كتير جدا، اهمها البي اكني والكرانيا بكتيريمز، وكل دي بكتيريا بقت مقاومه للمضادات الحيويه. الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيويه بيخلي البكتيريا دي تقاوم المضاد الحيوي وتبتدي تظهر وتنتشر وتظهر في ايجز مختلفه عن اللي احنا كنا متعودين فيها في عمر تظهر بقى في الوش او في الظهر او في الوش والظهر، هي ليها اماكن معينه، الوش والرقبه وسوري الوش والصدر والكتفين والظهر، ودي الاماكن حب الشباب. في بعض حب الشباب وده نادر جدا بيظهر في الجسم في البطن والقدمين وكده، بس دي حاجه نادره قوي. هي الاساس هو اللي بيظهر في الاماكن دي. تاني ايه بقى اللي بيخليه يزيد؟ اللي بيخليه يزيد اكل مش كويس، تعرض للشمس، يعني الاكل الخاطئ اللي هو الجنك سريع، البيتزات والمكرونات واللي مش عارف ايه والحاجات بالظبط ليها فاكتور او ليها عامل، البسكوتات والحاجات اللي فيها مواد حافظه كتير او مواد صناعيه كتير بتزود ده، بتزود دوت. التعرض للشمس يوميا، احنا برضو نعتبر من البلاد الحاره اللي المفروض ما نتعرضش للشمس بدون صن سكرين، فده مهم جدا جدا ان انا استخدم صن سكرين. بس ما بتعرفش الشمس اصلا. طيب سيده المنزل بتدخل المطبخ، تدخل قدام الحراره اثناء المطبخ، فده يعتبر بالنسبه لي انجري لي للسكان، لازم اخلي بالي منها، او يعني هازارد للسكان لازم اخد بالي منه ان انا احطه اثناء التعرض لي يعني المطبخ او حاجه. تمام. السؤال هنا يعني الجزئيه دي، في ناس ما عندهاش الامكانيه الماديه انها ممكن تكون تشتري الحاجات دي، ايه الحاجه اللي ممكن تستخدمها في البيت يعني تقلل من ده، وفي نفس الوقت مش لازم نفس الكواليتي او نفس الجوده؟ يعني في كريم اسمه يعني عباره عن زنك اوكسايد، زنك اوكسايد ده في كريمات واقي الشمس تبقى رخيصه جدا ومش غاليه وبقدر احمي بيها بشرتي دي. لو انا مثلا ما عنديش امكانيه ماديا ان انا اجيب حاجه غاليه قوي، ممكن استخدم كريمات فيها زنك اوكسايد دي، ببتدي احطها كواقي شمس اثناء التعرض في البيت لو انا بتعرض مثلا لشمس او لاضاءه قويه قوي. كويس، ظهر لي حب شباب، ايه الخطوات الصح اللي اتعامل بيها مع الحب ده عشان اسيطر عليه بدري وفي نفس الوقت ما يسيبش اثار بعد كده؟ اول حاجه ما العبش فيه،
رقم واحد. اه ايدي ما تجيش ناحيه وشي خالص غير بالكريمز والعلاجات المحدده بالنسبه لي، ما العبش فيه. لو انا حاسس ان انا نفسيا هبقى ايريتنت وهفضل العب في بشرتي واحفر واعصر البسور بتاعتي او البسور، دي هتجيب لي مشكله كتير ان هي هتنتشر وهتعمل كومبليكيشن. هتنتشر طبعا، هلعب فيها هتنتشر من مكان للتاني، هتسيب لي بقع، هتسيب لي تصبغات، والاصعب تسيب لي حفر يبقى علاجها ليزر او تستخدم بقى تقنيات كتير وتاخد وقت كمان. بالظبط. فانا ما العبش فيها رقم واحد، اتوجه لدكتور طبيب جلديه مش طبيب مش صيادله، واخد كريمات ووصفات من على النت او وصفات من نزاد القاضي. لازم استخدم طبعا. فظيعه الزباله على طول. بس فدي حاجات اساسيه طبعا، ان انا استخدم الانتي بايوتيك بتاعي العلاجات الموضعيه، وابتدي بقى امشي وابقى فاهم ان الموضوع بياخد وقت، ان انا بعالج بشرتي ان الحبوب دي تخف. مفيش حاجه اسمها سريع او عندي مناسبه الاسبوع الجاي فعايزه اغطي الحبوب او تشيلي الحبوب، لا، لازم اخد وقتي في العلاج، ان انا بعالج مرض ليه فاكتورز كتير، ليه عامل وراثي وليه تعرض هرمون، ليه عامل هرموني وليه عامل ستريس. الستريس والقلق بيزود جدا موضوع حبل الشباب. الاكلات معينه بظبط اكلي فيها، بس ببتدي بقى اخد العلاج الموضعي، وباخد كبسولات معينه سواء فيتامينز او مضادات حيويه حسب ما الطبيب يحدد. تالت حاجه بقى، ممكن هنا نقص الفيتامين ممكن يعمل حبوب؟ مش في كل الاوقات. لا، مش في كل الاوقات. هو زياده بعض الهرمونات في الجسم خاصه هرمون الانسولين وبعض الهرمونات التانية ممكن تساعد في حصول الحبل الشباب. بعد ما قررت خلاص حطيت لنفسي بروتوكول معين للعلاج، ابتدي اعمل السيشنز بتاعتي. وفي سيشنز مش غاليه قوي، هي ارخصهم سيشنز التقشير سواء كيميائي او احماض فواكه او تقشير ليزر، بس طبعا يبقى طبيب تبع طبيب مش تبع مركز من مراكز مجهوله، يعني لازم يبقى في طبيب معين جلديه هو اللي متابع حضرتك. ببتدي اعمل سيشنز بتاعتي واستخدم البوست كير بتاعها اللي هو الكريمات المرطبه والسان سبرين اللي احنا قلنا عليها. كويس. بس في خلال المفروض ان من اول سيشن بيلاقي تحسن، وببتدي اكمل بقى الكير بتاعي لمده لا تقل عن شهر الى 3 شهور. الاهتمام بقى بالحاجات اللي احنا قلنا عليها في البدايه، الكريمات والنظافه ونوع الاكل اللي بياكله والفيتامينات ويظبط الهرمونات في الجسم، ده كلها عوامل بتساعد على انه بعد العلاج حتى ما تظهرش حاجه بعد كده. بالظبط. طيب كده. انا قعدت العب وبهدلت وشي، ايه الخطوات العلاج هنا بقى؟ طيب انا لعبت في بشرتي وموضوع زاد جدا على حسب المشكله اللي موجوده، هل لسه استنى عندي اكتف اكني حبوب اكتف ولا بس الاثر بتاعها من بقع او تصبغات او حفر. لو هي بقع وتصبغات فقط بدون اكتف اكني، فانا ببتدي استخدم كريمات وايتنينج، كريمات حاجات معينه فيها مواد بتفتح البقع والتصبغات دي، بشرط ما يكونش عندي اي نوع من انواع الحبوب، لان انواع الحبوب كتير، في حبوب ملتهبه، في رؤوس بيضاء، في رؤوس سوداء في البشره، في حاجه اسمها نودروستيك اكني تبقى حبوب كبيره شويه وعامله زي سكورز. فانا لازم احدد نوع الحبوب عشان اعرف اشتغل عليها. كل ستيجز من ستيج الحبوب دي ليها طريقه معينه في العلاج. كويس. ده كده الجزء الخاص بالحب الشباب وظهوره والعلامات اللي بتبقى موجوده في الوش. طب الهالات السوداء اللي موجوده تحت العين سببها ايه وعلاجها ايه؟ اوكي. الهالات السوداء لازم ابقى عارف سببها ايه. هل هو تجويف حوالين العين فده يبقى سهل نعالجه بالفيلر او حقن الهيالورونيك اسيد، وهل هو بقع نتيجه ماده معينه مترسبه سواء ميلانين او هيموسيدرين. طب قبل ما نكمل هناخد صوت تليفون استاذ اسماء. اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. اتفضلي. ممكن اتواصل مع دكتور شيرين؟ مع حضرتك. اتفضلي. ازي حضرتك يا دكتور؟ الحمد لله. ازيك يا جميله؟ اهلا بيكي. كنت حابه اسال حضرتك بس في الترهلات اللي بتبقى موجوده في الوش. تمام تمام. وحاجه ثانيه، كان عندي بقع في الاندر ارم. اوكي. فكنت حابه يعني اعرف حضرتك يعني لازم جلسات ولا ايه، ولا كريمات ولا ايه بالظبط، ولا اعمل ايه؟ تمام. هقول لحضرتك حالا. هو التهدد في اي اتصال تاني للاستاذ اسماء ولا لا؟ في اي استفسار تاني منها؟ هو الترهل. الترهل الدكتوره بتسالك الترهل اللي في البشره في انهي مكان مضايق حضرتك؟ هو يعني انا عندي اصلا خدود، ف يعني هل مثلا انا كنت رحت تابعت عن كذا دكتور وكده فقالوا لي ان انا لازم احقن فيلر وكده، يعني فكنت حابه اعرف حضرتك يعني ايه الافضل اللي انا ممكن اعمله؟ تمام يا فندم، هقول لحضرتك حالا. استاذه اسماء بشكرك لاتصالك والدكتوره هترد عليكي حالا. اتفضلي يا دكتوره. طيب التهدل بتاع البشره انا بحدد نوعه، ايه مشكلته؟ هل هو انهي درجه؟ هل درجه اولى ولا درجه متقدمه شويه في التهدل البشره؟ لو تهدل البشره عباره عن فقدان في الدهون بتاعه البشره في الخدود مثلا او تحت الخدود، المنطقه اللي هي دي اسمها منطقه الجاولز، ساعتها بيبقى يكون حله عن طريق حقن الفيلر. هل هو مشكله البشره تهدل شديد شويه ووصل عن طريق مش بس فقدان الكولاجين، ده ضعف العضلات وترهل الليجامنتس او الاربطه بتاعه العضلات في الوش، وطبقه معينه هنا اسمها السماست بتاعه الوجه، الوجه
فحصل ترهل وبدانا نلاحظ ان ايه الليجمنت لاكس، يعني كل الوش نزل من مكانه الطبيعي. فالحاله دي هيبقى حل الفيلر مش هو انسب حل لينا، ساعتها هنلتجئ الى جلسات اسمها جلسات الهايفو او او شد الوجه بالخيوط. تمام، دي بالنسبه لي علاج البشره. دلوقتي برضو بيجي لي سؤال، لا في بتقول البقع واللي هي تحت الاندر ارم، لازم دكتور يشوف حضرتك علشان نحدد نوع التصبغات دي ايه. لو التصبغ دوت ممكن يكون عباره عن التهاب فطري من نوع من انواع التينيا، بيبقى علاجها مجرد كريمات مضاده للفطريات بتحسن المشكله كلها. كويس. ممكن يبقى نوع من انواع الامراض الجلديه زي الاكانثوز نيجريكانز او انواع معينه لازم الطبيب يشوفها عشان يحدد يكون علاجها كريمات برده معينه. كويس. هل هو تصبغ نتيجه الاحتكاك والاستخدام الخاطئ للسبريز والبرفيومز ومنزلات العرق؟ ساعتها بنكون بنلجأ طبعا ان احنا نوقف استخدام منزلات العرق الرول اند رول بالذات، ونبتدي نستخدم كريمات بتساعد على تفتيح البشره، ونبتدي نعمل جلسات التقشير بتاعها. كويس، ده كده بالنسبه لسؤال استاذ اسم. طيب نيجي نرجع نكمل تاني على الهالات السوداء اللي تحت العين. تمام، زي ما قلت لحضرتك هو الهالات السوداء هل هي مشكله نتيجه تجويف، فانا ببتدي يبقى علاجه بالفيلر. هل مشكلتي نتيجه؟ طيب خلينا ناخد صوت التليفون. استاذ سيد اهلا بيك. استاذ سيد اهلا بحضرتك، اتفضل. يا اهلا بحضرتك يا فندم، اهلا بيك. اتفضل. انا حبيت اشكر حضرتك يا دكتور. يعني انا اولا جيت لحضرتك قبل فرحي بفتره باسبوع تقريبا، حضرتك عملتي لي جلسه ليزر. ميرسي جدا على اللي حضرتك عملتيه معايا، جزاك الله خير. بس في عندي استفسار من حضرتك بعد اذنك. انا عند الجبهه قرب فصيلات الشعر في عندي حبوب ظهرت تاني، بس حبوب حجمها صغير جدا وهي ما لهاش رؤوس ولا الكلام ده، بس ظهرت يعني انا مش عارف ايه السبب. تمام. طيب في اي في مكان تاني يا فندم فيه الحبوب دي ولا بس المكان اللي حضرتك قلت عليه؟ يا استاذ سيد في اماكن تانيه ولا المكان ده بس؟ لا يا فندم، لا هي بس ناحيه قرب فصيلات الشعر في الجبهه. الدكتوره هترد على حضرتك يا استاذ سيد، بشكرك شكرا جزيلا لاتصالك، اتفضل يا دكتور. طيب ممكن يكون ديت نوع من انواع الحساسيه، وممكن يكون بدايه او نوع من انواع حبل شباب. غالبا الناس اللي بتستخدم كريمات ثقيله شويه زي الفازلين او الحاجات الاويلي للشعر، او هو مستخدم كريمات معينه زي مثبتات الشعر، دي بيعمل نوع من انواع حبل شباب اسمها الاكني فورم ايربشن، يعني حبوب شبيهه لحبل شباب. بيبقى ليها كريمات علاجيه معينه وبتختفي تمام. كويس. طيب نرجع نكمل الجزء الخاص بالهالات اللي تحت العين. تمام. احنا قلنا التجويف هنعمل فيلر. لو مشكله تصبغ لازم احدد التصبغ ده، هل هو ميلانين يعني بمعنى ان هو عامل وراثي، يعني العيله مثلا اختها ووالدتها وعمتها حاجه جينيتك، فدي بيبقى علاجها فقط كريمات وكاموفلاج، حاجه بغطيها بس. ما احاولش ان انا اعمل فيها اي بروسيدجرز علشان ما اخسرش فلوسي. تمام، ده لو عامل وراثي. لكن الكريمات طبعا بتقلل كتير مثلا. هناخد الكريمات ولكن بعد اتصال تليفون. استاذه ايمان اهلا بيكي. استاذه ايمان السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام يا استاذه ايمان، اتفضلي. الدكتوره معايا؟ الدكتوره مع حضرتك، اتفضلي. يا دكتورة أنا عايزة أسألك على حب، عندي حب شباب يعني عايزة وصفة ولا حاجة، ولحد كان عرفي صوت عم يقولوا بيفتح المناطق الأغامرة في الجسم، بس هو أبيض ولا أصفر جلسوس يعني الأصل؟ الإيه يا فندم؟ طب أستأذنك بس، إيه اللي في مشكلة يا أستاذة؟ عرفي الصوت الأصل أبيض ولا أحمر هو؟ يا فندم، هو من منتجات التفتيح؟ لا، منتجات التفتيح يا فندم لازم تبقى حاجه طبيه، ما ينفعش اجيب منتجات تفتيح مجهوله المصدر، لازم يبقى منتج طبي مرخص من وزاره الصحه علشان اقدر استخدمه على بشرتي بدون اي مشاكل. الخلطات الطبيعيه اللي هي تحتوي على العرق سوس دي مش لكل البشرات يعني، او ممكن يكون التصبغ اللي عند حضرتك نتيجه مثلا زي ما قلنا اي مرض من الامراض، فلازم بفضل ان حد يشوف سعادتك ويشخص ايه سبب. بس طب انت كشفتي عند دكتور قبل كده ولا لا؟ كشفت قال لي حب شباب، بس لسه اب دي بتاع تفتيح بشره بالعرق السوس يعني، فانا بقى عايزه اعرف عرق السوس ابيض ولا احمر يعني هو. طيب هو منتجات العرق اللي هي التفتيح بيبقى كلها محتوي على ماده اسمها الليكوريش، ودي فعلا بتساعد على التفتيح، بس لو عندي حبل شباب مش التفتيح، انا هلجا بقى لعلاج حبل شباب بكريمات تحتوي على فيتامين. مشكورك جدا يا استاذه ايمان، الدكتوره هترد عليك، اتفضلي يا دكتور.
يعني لو انا عندي مشكله حبوب يعني تصبغات مع حبل شباب، هو حبل شباب طبعا نتيجه لعبت فيه هيسيب لي بقع. انا مش هي دي المشكله الاساسيه، المشكله ان انا اوقف حبل شباب عشان ما يسيبليش تصبغ. لو في كريمات بتسال على العرق سوس، هل انا ينفع اجيب واستخدمه مثلا، او كريمات بيبقى لونه ايه او نوعه ايه؟ لا، هي المنتجات فعلا التفتيح بيبقى فيها، بتدخل في تركيبها منتج اسمه الليكوريش، هو ده اللي عباره عن عرق سوس بيفتح. بس ما ينفعش ان انا استخدمه خام يعني. لازم، وفي كريمات كتير ونسب كتير، فالافضل ان حد يشوفها ويحدد نوع بشرتها وفين فعلا المشكله عشان يبتدي يستخدمها. يعني استاذه ايمان لو خدت العرق سوس او استخدمته من نفسها لوحدها، ممكن صح، بدل ما يعالج المشكله ممكن يزودها او ما يعملش اي حاجه. بالظبط. فالافضل تروح لحد متخصص يوصف لها حاجه علاجيه طبيه معترفه معترف نتيجه علاجها عشان تاخد نتيجه كويسه. بالظبط. نكمل الكريمات. الكريمات بقى بتاعه تفتيح حول العين، زي ما قلنا هي بتساعد لو هو عامل وراثي، لكن مش بتعالج. طيب خلينا ناخد استاذه ساميه البحير. اهلا بيك استاذه ساميه، اتفضلي. لا خليك، اهلا بيك، اتفضلي. عايز ان بنقول لحضرتك جوزي عنده كرش، يعني كرش فديله حاجات، يعني عندكم كبسولات ولا حاجه بتخسسه؟ طيب هو يمكن يا فندم ده مش تخصص دلوقتي يا استاذه ساميه، هي الدكتوره تخصص جلديه وتجميل وليزر، حاجات خاصه بالبشره والشعر لو انت عاوز تسالي عن اي سؤال في ده اتفضلي. شكرا جزيلا لاتصالك يا استاذه ساميه. هنكمل. تمام. تاني حاجه زي ما قلنا، لو حوالين العين يوجد عروق وفينز معينه وشعيرات دمويه باينه، فباينه واضحه، فبيكون العلاج ان انا بستخدم كريمات تحتوي على فيتامين كي، وببتدي اعمل جلسات الكاربوكسي ثيرابي او الكاربوثيرابي، ومع حقن البلازما بي ار بي او بليتليت ريتش بلازما. ساعتها بتحسن جدا القصه دي، لان الروق او الشعيرات الدمويه دي بيبقى نتيجه فقدان كبير في الكولاجين بتاع البشره، فيبتدي ان الجزء من الار بي سيز او الخلايا الجرات الدم الحمراء تخرج، ويبتدي يسيب لون اسمه الهيموسيدرين، او ماده يعني لونها محمر مزرق شويه. كويس. ناخد صوت تليفوني. استاذه امل اهلا بيك. السلام عليكم. اهلا بيك استاذه امل، اتفضلي. ممكن اكلم الدكتوره؟ الدكتوره مع حضرتك، اتفضلي. عندي اثار حبوب اللي هي في الظهر دي، اللي هي بسيطه. تمام. الاثار يا فندم ولا اكتف اكني حبوب لسه ملتهبه؟ لا لا لا، اثار مش اكتف. تمام يا فندم. اوكي. ممكن تقولي لي على اسامي الكريمات ليها؟ هي خفيفه مش كبيره، هي في الكتفين وفي الظهر، اثار مش اكتف خالص. تمام يا فندم. هقول لحضرتك حاجه. مشكورك جدا. ممكن سؤال ثاني؟ اتفضلي، في سؤال ثاني اتفضلي. ممكن حوالين عينيا عندي على طول غامق، مع اني مش ارهاق زي المرهقه كده، بس بنام كويس واكل كويس يعني، مش بسهر ولا حاجه، بس على طول عندي اثار ارهاق حوالين عينيا. تمام يا فندم. تمام. بشكرك جدا لاتصالك يا استاذه امل، شكرا ليك. عندها حبوب كتف والظهر، وعندها غمقان حوالين العين. هي عندها اثار الحبوب، اثار الحبوب عباره عن تصبغات معينه، فدي انا بنصحها ان هي تعمل جلسات تقشير. جلسات تقشير في الوضع ده بيبقى نتيجتها ظريفه جدا جدا. وبستخدم بقى منتجات تحتوي على حاجات كريمات تفتيح معينه يعني. فيها ايه بقى؟ فيه مواد فعاله ايه ممكن تسال عليها في الصيدليه؟ مواد الكوجيك اسيد والمواد اللي فيها الهيدروكينون، يمكن تحسن يعني، بتجيب نتيجه كويسه كتفتيح، بس المهم ما تزيدش استخدامها عن 3 شهور. عن 3 شهور يفضل تحت اشراف حد متخصص. بالظبط. وجلسات تقشير من الحاجات الممتازه. بالنسبه لحوالين العين زي ما قلنا، هل هو علامات الارهاق دي عباره عن تجويف بنعالجه، هل عباره عن لون معين؟ انا ببتدي اشتغل عليه جلسات تقشير معين لحوالين العين، او حقن البلازما والميزوثيرابي، او عباره عن ان انا ابتدي استخدم بقى كريمات معينه نيروشيك يعني بتدي تغذيه لحول العين. تمام. في كل الاحوال بشرب ميه كتير قوي، واخد الفيتامينز معينه بتاعتي، حاجات مضاده للاكسده، وابتدي احط الصن سكرين حوالين العين كمان قبل ما انزل. يعني تحط صن سكرين على البشره كامله بما فيه حول العين والشفايف قبل التعرض، او تاخد بالها من نوع الميك اب اللي بتحطه لو بتحط ميك اب كمان. بالظبط. الكونسيلرز والحاجات دي ما ينفعش خالص استخدامها حوالين العين لو هي عندها علامات ارهاق او عندها مشاكل. لو علامات الارهاق عباره عن اي باجز او انتفاخات حول العين حسب درجة الانتفاخ، لو درجة الانتفاخ دي بسيطة جدا أنا ممكن أعالجها بالفيلر، لو درجة الانتفاخ دي شديدة شوية درجة الثالثة أو الرابعة، ساعتها أنا ممكن ألجأ لبليفاروبلاستي أو علاج الأول عن طريق طبيب الرمد، وبعدين بتدي نكمل علاج. في ناس عندها دهون تحت ال بالظبط في الجفن بتاع العين. بالظبط. الدهون دي حاجة من الاثنين، يا يعني إما زانسيلازما اللي حضرتك قصدها، يعني مادة معينة دهنية بتترسب تحت الجلد يبقى لونها أصفر، ودي بنشيلها بجلسات الليزر أو بلازماج. وطبعا لازم اعمل تحليل دهون ثلاثيه في الدم علشان والكوليسترول عشان اشوف اذا كان هو عالي ولا لا، عشان ما يرجعش يترسب مره ثانيه.
لكن لو الدهون عباره عن انتفاخات، مش انتفاخ يعني شبه الانتفاخات شبه شويه، عباره عن فاتس كده، دي علاجها ما بيبقاش يعني خالص، بنتشال عن طريق الليزر. طيب خلينا ناخد اتصال تليفوني. ام احمد اهلا بيك. اهلا. اتفضلي يا ام احمد، اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام يا ام احمد، اتفضلي. لو سمحت ممكن اكلم الدكتوره؟ الدكتوره عم حضرتك، اتفضلي. اهلا بيك. لو سمحت يا دكتوره، في كلف في وشي. تمام، في اي مشكله ثانيه عند حضرتك؟ لا، في كلف بس مخلي البشرة وشها شكلها وحش خالص. تمام يا فندم، هرد على حضرتك حالا. تمام. طيب خلينا ناخد صوت تليفوني. استاذ عبد اللطيف اهلا بيك. اهلا. اتفضل يا استاذ عبد اللطيف، اهلا بيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه معاك يا دكتور. يا استاذ عبد اللطيف استاذنك تسلم لنا على اهل اسوان وتوطي صوت التلفزيون. كلهم بيسلموا عليك. وقفل لنا وطي صوت التلفزيون بقى. تمام كده يا فندم؟ تمام، اتفضل. تمام كده؟ تمام، اتفضل اتفضل. علاج الصدفيه. علاج الصدفيه. علاج الصدفيه. تمام، حاضر. حاضر يا فندم. الدكتوره هترد على حضرتك يا استاذ عبد اللطيف، اشكرك شكرا جزيلا لاتصالك. طيب نرد على ام احمد عندها. اوكي، عندنا مشكلتين اللي هي الكلف والصدفيه. اول حاجه الكلف، انا لازم افهم يعني هو درجته ايه وبقاله كذا سنه، وهل هو لسه مثلا هي لسه والده او وعامله موشن لخبطه في الهرمونات، غالبا بيحصل كلف نتيجه تعرض للشمس وبعد الحمل والولاده. تمام. تعرض للشمس، تعرض للشمس والحمل والولاده، الحمل والولاده دول اهم سببين. اول حاجه لو هو في طبقه سطحيه، يعني لسه الموضوع حاصل جديد، انا ممكن اشتغل عليه على طول بان انا اخد مواد معينه، الدكتور بيكتب لي اقراص معينه بتشتغل لتفتيح الكلف، وبابتدي استخدم الصن سكرين، واقي الشمس زي ما قلنا، وكريمات معينه تشتغل عليه، حاجه اسمها كلاجمان فورمولا، لان انا بنشتغل على الكلف. خلينا نوصل تليفوني استاذه اسراء. اهلا بيك يا اسراء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا كنت عايزه اسال الدكتوره، بس انا عندي سواد في ايدي واستخدمت كذا كريم ما عملش نتيجه خالص، ومش عارفه طلع من ايه فجاه كده. تمام، السواد يا فندم في الايدين كلها ولا بس في اماكن عقل الاصبع؟ في اماكن في الاصبع بس. تمام، وموجود في اماكن تانية في الجسم يا فندم ولا هو الايدين بس؟ هو كان موجود في رجلي بقى، الحاجات لما كنت بلبس صنادل وكده يعني. تمام يا فندم. تمام، طيب ناخد صوت تليفوني. طيب يا استاذه اسراء، في اي استفسار تاني؟ لا، ربنا يخليك. شكرا جدا لاتصالك، هنجاوبك دلوقتي حالا. استاذه ايه اهلا بيك. ايه. ايه السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضلي. ايه. انا عندي 20 سنه. حامل ومعايا ولد، ودلوقتي طلع لي حب شباب في وشي، ودهنت رحت عند الدكاتره كتير، ولا حب شباب بيروح ويجي لي تاني. تمام، حضرتك والده من امتى يا فندم؟ انا والده من 19/7/2019. تمام، يعني بقالنا سنه تقريبا. اه اوكي يا فندم، هرد على حضرتك حالا. هنرد عليك يا استاذ، شكرا جدا لاتصالك. طيب نكمل الإجابة على أم أحمد. تمام، الكلف أنا لازم أول حاجة رقم واحد قبل كريمات التفتيح واقي الشمس، إن أنا بكرره كل ساعتين وبحطه فيه حتى وأنا في البيت زي ما قلنا. تاني حاجة إن أنا بستخدم كريمات مقشرة معينة تبع الطبيب، وباخد فيتامينز معينة بيشتغل على الكلف نفسه. كويس، ده بالنسبة للكلف. طب خلينا ناخد صوت تليفوني. أستاذة مها أهلا بيك. أهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضلي. ممكن أكلم الدكتورة؟ الدكتورة معاك، اتفضلي. اتفضلي يا فندم. يا استاذه مها، وطي التلفزيون يا استاذه مها. طلع لي هالات سودا تحت. الو، وطي صوت التلفزيون عشان نسمعك كويس واسمعيني من التليفون. ماشي. الو. ايوه اتفضلي، قول. بقول لحضرتك يا دكتوره، طلع لي هالات سودا تحت عينيا وعندي نمش في البشره. حاضر يا فندم، هقول لحضرتك حالا. اتفضلي. طيب انقطع الاتصال مع استاذه مها. طيب نكمل، احنا ردينا كده على الكلف الخاص بام احمد. عندنا استاذ عبد اللطيف كان عنده مشكله في الصدفيه وكان بيسال على علاج للصدفيه. تمام، علاج الصدفيه طبعا انا ما ينفعش اكتبه الا كريم واحد هنصح بيه، وهو ده الوحيد اللي يقدر يستخدمه لغايه لما يجي.
اول حاجه يمتنع عن اي اقراص فيها كورتيزون واي اقراص بتتاخد في صيدليه واي حقن للهرش خالص الا طريق دي بيزود جدا موضوع الصدفيه. رقم 2 ان انا ما بدخلش نفسي في دايره مقفوله ان انا ما استخدمش حاجات هرش على الجلد اهرش اعور نفسي هيزيد موضوع صدفيه. كل مكان هتهرش فيه حضرتك هيزيد موضوع صدفيه. في كريمات اللي هو ديافوبيت او الكريمات اللي هي فيتامين د دي 3 دي من احسن الحاجات اللي ممكن استخدمها لموضوع صدفيه. كريمات تحتوي على فيتامين د 3 هيروح لاي صيدليه هيسال على الكريمات دي بالزبط. اللي بتساعد في علاج مشكله الصدفيه ولازم اعرف هي مساحه الصدفيه قد ايه في الجسم كامل. هل هو واخده اكتر من برسنتج معينه ساعتها ان انا باخد لو قليله او كتيره يعمل ايه؟ لو قليله هيستخدم على الكريمات الموضعيه فقط ويحافظ على بشرته ببروتوكول هو ما يهرش يعني يخليه جنتل جدا في التعامل مع البشره. لو هي نسبه بسيطه لو نسبه كبيره ومؤثره على العظم او المفاصل ساعتها لازم يلجا للطبيب علشان يمشي على اقراص علاجيه معينه او حقن معينه. كويس. استاذه اسراء عندها سواد في اطراف الاصابع او في الصوابع بتاعتها. الاطراف الاصابع دي غالبا بتبقى حاجه وراثيه اسمها الاكرل اكانتوزيس نيجريكانس. ده بيبقى يعني الناس اللي بشرتها غامقه شويه بتبتدي اي احتكاك في البشره اي استخدام خاطئ للميك اب للحنه للكريمات للسكراب بيعمل لي المشكله دي بيبقى معاها في اماكن معينه. اول حاجه بنعمل تحليل هرمونات عشان نستبعد اي وجود اي تكيسات او خلل هرموني وبعدين ببتدي استخدم كريمات تفتيح واعمل جلسات التقشير بتساعد جدا في ازالتها. كويس. تحليل الهرمونات ده مهم عشان نشوف هل في مشكله في الهرمونات ولا لا عملت بالزبط. مشاكل في السواد على الايد. طيب استاذه ايه سنها 20 سنة معاها ولد عندها حب شباب في وشها حامل يعني خلفت من سنة تقريبا. تمام. بما انها خلاص عدينا مرحلة يعني فترة الرضاعة والحمل والقصة دي لازم ممكن انا ساعتها ان انا استخدم كريمات علاج حب الشباب وانا مستريح او انا مطمن لان الكريمات بتاعت علاج حب الشباب اللي تحتوي على فيتامين اي او ريتينويد او ازايليك اسيدز كل دي ممنوع استخدامها اثناء الحمل. الحمد لله. كويس. بالظبط. مجرد ان الموضوع خلاص انتهى اقدر ان انا استخدم العلاجات دي حسب ما الطبيب بيشوفها. فيها فيتامين اي كريمات فيها فيتامين اي او ازايليك اسيد وواقي الشمس بتحطه باستمرار وهي بتتحرك بالزبط. او بتنزل او واقفه في المطبخ حتى في البيت. طيب كده. نوع الاكل اللي تاكله ما يكونش فيه حاجات مش شطه او حاجات فيها بريزرفتيفز يعني حاجات مقفوله او دهون او وما العبش خالص في بشرتي واستخدم برده سان سكرين مناسب عباره عن ايمالشن او جل عشان ما يزودش الحبوب بتاعه البشره. كويس. وفي نفس الوقت تشرب ميه كتير. بالظبط. ده شيء اكيد. طيب استاذه مها بتقول عندها نمش تحت العين تقريبا والهالات السوداء احنا اتكلمنا عنها وقلنا ان هو سواء تجويف هعمله بالفيلر سواء لون في البشره هبتدي استخدم كريمات معينه حوالين العين لو في شعيرات دمويه خفيفه بستخدم كريمات فيها فيتامين كي لو عندي انتفاخات انا بعالجها بالفيلر لو هي درجه بسيطه لو درجه شديده او دهون تحت العين ساعتها لازم اعمل جراحه. كويس. احنا كده اتكلمنا تقريبا عن الـ يعني اتكلمنا بشكل استفاضه وردينا على كل اسئله فيما يخص الهالات اللي تحت العين. عندنا الـ 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 يعني الجبهه كده بيبقى فيه تجاعيد بتظهر لكتير من الناس. تمام. وزمان كانت بتظهر للناس في سن متاخر شويه. تمام. دلوقتي بتلاقي حد عنده 20 25 سنه 26 سنه وبدا يظهر له التجاعيد دي ما اعرفش بقى ايه السبب. السبب ان احنا بنتعرض. طب قبل ما نتكلم عن التجاعيد دي خلينا نخصص تليفوني. استاذ طارق اهلا بيك. اهلا وسهلا يا فندم. اتفضل يا استاذ طارق. حضرتك احنا بنسال على الموضوع العرق السوس ده كان للتجاعيد عشان الوالده بس هي كانت لسه سامعاها فمش عارفه تجيبه العرق السوس تجيبه ازاي تعمله ازاي. اوكي تمام. حاضر هنرد عليك يا استاذ طارق شكرا جزيلا لاتصالك. شكرا ليك. تمام. هو يعني العرق السوس زي يا فندم احنا قلنا ما ينفعش نستخدمه كده في كريمات معينه. طب ناخد صوت تليفوني. سوري. اهلا بيك. السلام عليكم. اهلا بيك اتفضل. دكتور انا عندي ثلاث اسئله. ايه؟ عندي ثلاث اسئله. ثلاث اسئله تفضل. السؤال الاول انا احيانا امشي يجيني كتمه. يجي لك ايه؟ السؤال الاول. كتمه في صدري. كتمه في صدرك تمام. ايه والسؤال الثاني تجيني حساسيه بجلدي دائما. حساسيه في الجلد. تمام. تمام. عند الحوض عند الحوض. عند الحوض. تمام. ايه دائما. والسؤال الثالث شو اسمه غازات بطني. ايه؟ غازات بطني دائما بطني متفخه. غازات في البطن تمام. بطني متفخه وانا ما اكلت شيء. بشكرك. في اسئله ثانيه؟ كده ثلاث اسئله. بس هذه ثلاث اسئله. انا عشان سوريا بس خدت ثلاث اسئله بس. ايه هذه اسئله بس. الله شكرا جدا ليك وتحياتي لكل اهل سوريا. تمام. هو طبعا استاذه الاء اتفضلي يا استاذه الاء. حد الو. ايوه يا الاء اتفضلي. ايوه معاكي البطشه. ايه عندي البطشه
ماشي يا الاء اتفضلي. 14 سنه. ايه مشكلتك يا الاء؟ عندك ايه بيضايقك؟ لا ما عنديش مشكله. متصله تطمني علينا؟ شكرا ليك يا الاء. طيب خلينا ناخد جماعه الاتصال من اهل سوريا الحبيبه يعني. تمام. خلينا عنده مشكله في كتمه في صدره، ما اعتقدش ان ده يعني اوقات في بعض المتلازمات الجلديه كده بيبقى عباره عن كذا حاجه مع بعض، فالافضل ان الطبيب يشوفه يحدد نوع الحساسيه ايه. انا بعرف الساين دي زي ما قلنا الجلد هو مرايه الجسم ككامل. يعني بعض الامراض اللي بتظهر في الكبد او بعض الامراض اللي في المعده او الكانسرز بعد الشر بتبتدي تظهر على الجلد في شكل معين من الحبوب المتجمعه او الاكزيما او واتيفر، فالافضل ان في طبيب يشوفه يطلب له تحاليل مناسبه ويحدد فين المشكله. طب الحساسيه اللي في الجلد في منطقه الحوض هل ممكن يستخدم لها حاجات مضاده للفطريات او البكتيريا بشكل مؤقت؟ هو انا مش بحبس كده لان ليها حاجات كتير قوي، يعني في مثلا فوق ال 20 25 مرض يجي في منطقه الحوض وبيبقى عباره عن مجرد هرش او حبوب، فلازم حد يشوفه. يعني يفضل يعني ان حد يشوفه. في حد يشوفه الاول. وطبعا غازات البطن دي مالهاش علاقه بتخصصك ولا موضوع موضوع الحلقه. تمام. طيب احنا كنا بنتكلم عن التجاعيد اللي هنا ونتكلم عنها يعني في اقل من دقيقه، وان شاء الله بعد كده في حلقات ثانيه هنتكلم عنها بشكل اكتر. تمام. ولكن يعني عشان وقت الحلقه باقي دقايق، التجاعيد دي علاجها ايه؟ التجاعيد اللي في الجبهه انا بشوف الاول بتظهر لي بس الاول، يعني انا بحب السبب نتيجه الأول. ان انا بتعرض للشمس، ما باكل جانك فود، فقدت وزن كبير في فتره صغيره، عمليه تكميم المعده او عمليات يعني الويت لوس. يعني الناس بتتخن وتخس، الناس بتتخن بالظبط كتير، فده بيفقد كولاج الكولاج المكشره مثلا، والناس اللي بيبقى فيها اكسبريشنز عالي بالظبط اللي بتكشر او بتبقى عصبيه شويه بيظهر التجاعيد دي. طيب انا اول حاجه بحدد هي التجاعيد ثابته ولا تجاعيد متحركه؟ لو تجاعيد متحركه بيبقى علامه عن طريق حقن البوتوكس فقط، وابتدي اريح العضله ديت فيبتدي يديني الشكل مناسب، وده في اقل من 5 ايام بيبتدي يظهر النتيجه. تفضل لمده قد ايه وتتعمل تاني؟ 6 شهور واكررها مره كل 6 شهور. مش شرط. مش شرط. في ناس سنها صغير بتقعد معاها حوالي 9 شهور سنه، مش قاعده، بس هو المفروض طبيا من 4 ل6 شهور. ده بالنسبه للبوتوكس. ثاني حاجه لو التجاعيد دي ممتده حول العين وتحت العين وساعتها اشتغلت بوتوكس ومش جايب الريزلت الكامله جدا، او ريحنا بس لسه في خطوط بقى ثابته او حفر في الجلد يعني محفوره في الجلد، ساعتها ببتدي اشتغل خيوط اسمها خيوط النضاره او الثريدز. الثريدز ليها استخدامات كتير جدا في البشره. اولها التجاعيد اللي هي محفوره في الجلد حول العين، او النيزوليبيلز اللي هي دي، او المارينت لاينز اللي موجوده تحت، او شد ترهل البشره. البشره نزلت معايا فبتدي ان انا اشدها عن طريق الخيوط. الخيوط موضوع امن جدا، بيتحقن عن طريق حقن مخدر موضعي خالص. الموضوع بيتعمل زي حقن البوتوكس، زي حقنه البوتوكس. انا بحط البنج وبحقن بنج زي الاسنان وابتدي ادخل بالخيط واخرجه، مفيش مشكله، بيديني ريزلت فوريه وانا قاعد قبل ما امشي بشوف الريزلت بتاعتي بيفور وافتر، وببتدي ان انا تقعد معايا ريزلت حوالي سنه ونص. سنه ونص. سنه لسنه ونص بالظبط. فالثريدز فعلا من الحاجات اللي للاسف مش واخده حقها كتير في مصر، بس هي ليها نتائج رائعه وممتازه لو انا شخصت العلاج صح واستخدمت كميه من الخيوط صح. يعني في ناس بتيجي تقول لك انا عملت خيطين وخيطين مش حاسس بفرق، لان الكميه قليله، لان نسبه التهدل الشديده عند حضرتك. في بعض الاوقات بعمل كومباينيشن او بشد الوش بالخيوط واحقن معاه الفيلر، ساعتها بيدي نتيجه احسن وافضل، لان انا خلاص شديت التهدل وباقي جزء مثلا تم فيه فقدان الدهون او الكولاجين بتاع البشره، ببتدي احقن فيلر وارفع. طب حقن الدهون في الحاجات دي بيجيب حقن الدهون انا بفضله اكتر في الجسم مش في البشره، يعني البشره بيبقى نتيجه ظريفه، بس للاسف الدهون مش ثابته زي الفيلر. فبتتحرك او ممكن تنزل من مكان للتاني وتدي شكل غريب، لكن انا لو حقنت فيلر، الفيلر دي ماده ليها كثافه معينه، ليها ويت او ليها حجم معين بتثبت في المكان اللي انا حطيته، سواء كان على عظم او سواء كان قدام الاربطه بتاعت العضلات او في منطقه سطحيه. طب ايه الامن؟ الامن الفيلر طبعا. الفيلر أأمن، الفيلر أأمن كتير ومدته أطول. الدهون أنا بحقن والوش بينتفى جدا، في التهابات كتير أو شوية تورم بيحصل بعد الحقن للدهون، وبضطر إن أنا أعملها بعد فترة لأن مش ثابتة، لكن الفيلر ممكن يقعد معايا حوالي 9 شهور سنة. كويس. قبل ما نختم الحلقة، نصايح للناس للعناية بالبشرة سواء كانت دهنية أو جافة أو مختلطة. تمام. اول حاجه بلاش استخدم حاجات مجهوله المصدر، زي ما الناس تقول احط العرق سوس واحط الحاجات دي، ارجوكم ما نستخدمش حاجات مجهوله المصدر. استخدم الصن سكرين المناسب بتاعي، اشرب ميه كتير قوي، ابتدي احط المرطبات بتاعتي، السكراب بتاعي على الاقل 3 مرات اسبوعيا، ببتدي اسكراب البشره عشان اشيل اي جلد ميت. عمليه التقشير دي من الحاجات المهمه قوي قوي، مره كل اسبوعين او مره في الشهر بتدي ريزلتس حلوه قوي. في جلسات نضاره ببتدي اعملها عشان احافظ على بشرتي، زي جلسات البلازما بي ار بي، زي جلسات الاكوا جولد او الابر التجميليه للبشره.
اللي هي ابر الذهب او الخيوط النضاره، كل دي حاجات اقدر اعملها. ومش في حاجات غاليه وفي حاجات اسعارها في متناول الايدي، بس اهم حاجه ان انا احافظ على الكير بتاعي، بلاش ميك اب كتير، بلاش ان انا بلاش ميك اب من اي مكان وباي حاجه وفي اي وقت بالظبط. يعني يوميا لو انا استخدمت واقي شمس على شكل بيبي كريم ده هيبقى كافي جدا. استخدم المرطب مناسب لبشرتي على حسب ايه المشكله اللي عندي بس. وكل بنت جميله ومدام شايفه نفسها جميله. دكتورة شيرين سيد أخصائي جلدية والتجميل والليزر ومدرب معتمد للحقن التجميل، أنا بشكرك شكرا جزيلا. جدا شكرا. شيرين في كل مكان. الحلقة النهاردة يعني استكمالا لباقي حلقات برنامج قمر 14 اللي بنتكلم فيه عن جمالك، جمالك أنت وبس. يعني في النهاية يهمني أنه كل ما يخص التجميل والجمال والسمنة والنحافة والجمال الداخلي والجمال الخارجي يهمني يكون متوفر في المرأة. هي جميلة كده كده، ولكن أحيانا بنحتاج أنه يعني بعض الأمور للعناية بجمال المرأة. نصيحتي قبل ما أختم الفقرة، أنا بدأت الفقرة قلت أنه في ناس كتير بتجري وراء حاجات غير معلومة المصدر، بيروحوا أماكن غير معتمدة وغير متخصصة، يعملوا حاجات متخصصة، ودي هنا بتكون المشكلة. فترجع بقى تروح لحد متخصص بعد ما انت لفيت على ناس غير متخصصة، فتروح للمتخصص وانت راجع من عند اللي مش متخصص متبهدل من عنده، وهتاخد سكة طويلة وطريق طويل جدا 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 في العلاج. فعشان كده انا بنصح الجميع انه لا يوجد اي شيء موجود على وسائل التواصل الاجتماعي من وصفات من خالتي وخالتك وعمتي وعمتك وجارتك اللي في الشقه اللي جنبيكوا والست اللي بتعمل الحنه والبنت اللي بتعمل الميك اب اللي حواليكي ولا مش عارف مين، كل دي هي اجتهادات قد تصيب وقد تخطئ في بعض الاحيان. في بعض الاحيان بتصيب وبتنفع لناس ممكن، ولكن ليست قاعده. القاعده بتقول انه لازم يوجد ريفرنس او مرجعيه علميه للحاجه اللي بتتاخد عشان نقدر نقيس مدى نجاحها ومدى ضررها، وبالتالي نقدر نقول انه الحاجة دي مفيدة ولا مضرة. في بعض الحاجات الطبيعية حلوة جدا جدا جدا، ولكن نسب بتاعتها لو انت خدتها بطريقة غير سليمة وغير صحيحة بتؤدي الى مشكلة عكسية. اتمنى لكم جميعا كل الصحة والسعادة، واشوفكم دايما على الف خير لحد ما اشوفكم الحلقة القادمة. لكم مني كل التحية والتقدير، انا خالد صقر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.